السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس آليات النمو. رأينا في الدرس الأول أن النبات ينمو طوليا، وذلك على مستوى مناطق نهاية القمم الساق ونهاية قمم الجذور، وهناك تحدث أنشطة تسمح بهذا النمو. فما هي آليات التي تميز نشاط هذه القمم؟ أول شيء نتعرف على قمم الجذر. يوجد القلنسوة، دورها تحمي قمة الجذر وتندفع داخل التربة. فوقها منطقة ميريستيمية، ثم فوقها منطقة الاستطالة. في المنطقة الميريستيمية تكون داخلها خلايا إنشائية أو نقول جذعية صغيرة الحجم، تحتوي على نواة مجزأة. وفي المنطقة الاستطالة تكون الخلايا هنا أكبر حجما وطولا، وتحتوي على نواة عادية وصغيرة. لنفهم سبب الاختلاف بين الخلايا في المنطقة الميريستيمية والمنطقة الاستطالة، نعمل نقطة نسميها الحرف ألف في المنطقة الميريستيمية، وتم تمثيل نتائج المقارنة السابقة بين المنطقة الميريستيمية والاستطالة على شكل منحنيات. يوضح المنحنى الأول معدل تكاثر الخلايا بدلالة بعدها عن المنطقة ألف. إن معدل تكاثر الخلايا يتزايد في المنطقة ألف، منطقة ألف راها في المنطقة الميريستيمية، ثم يتناقص معدل تكاثر الخلايا كلما ابتعدنا عنها، يعني باتجاه كنا نبتعد عنها باتجاه منطقة الاستطالة. والمنحنى الثاني يوضح تطورات طول الخلايا في نهاية الجذر بدلالة بعدها عن المنطقة ألف. نلاحظ أن الخلايا قرب المنطقة ألف ليست طويلة، ولكن كلما ابتعدنا عن المنطقة ألف، يعني كلما اقتربنا من منطقة استطالة، يزداد طول الخلايا. ومن هنا نستنتج حسب المنحنى الأول أن المنطقة ألف، يعني في منطقة الميريستيمية، تتميز بتكاثر الخلايا تضاعفها. وفي المنطقة التي تعلو المنطقة ألف، يعني في منطقة الاستطالة، تتميز بتطاول الخلايا. قلنا تكاثر الخلايا في المنطقة الميريستيمية وتطاول الخلايا في منطقة الاستطالة، وهذا ما تم توضيحه على حسب المنحنيات. لكن هناك اختلاف بينهما في الحالة الفيزيولوجية. على حسب المنحنى في المنطقة الميريستيمية يحدث للخلايا تكاثر، وكيف يحدث تكاثر؟ عن طريق الانقسام. إذن لدينا خلايا صغيرة ذات نواة مجزأة تنقسم إلى اثنان، إحداهما تواصل الانقسام والأخرى تتطاول نحو الأعلى تصبح خلية ذات فجوات صغيرة. تلك الخلية تمتص الماء فتمتلئ داخل تلك الفجوات الصغيرة، تصبح مملوءة بالماء مسببة ضغط على الجدران الخلية مسببة لتطاولها، يعني زيادة في الأبعاد الخلية. هذه الخلايا كلما ابتعدت عن المنطقة الميريستيمية تواصل امتصاص الماء لتصبح خلايا أطول، فتظهر لنا خلايا متطاولة بها نواة صغيرة. وفجوات كبيرة ناتجة عن اندماج الفجوات الصغيرة تعرف بالفجوة النامية. تلك الفجوة تضغط أكثر على الجدران لتتطاول أكثر. ومنه قلنا أن المنطقة الميريستيمية يحدث فيها انقسام، يعني تتضاعف الخلايا، كلاها تتضاعف وتتكاثر، لازم تكون هناك مساحة، فتنمو المنطقة الميريستيمية تزداد طول. وقلنا أيضا أن الخلايا في منطقة الاستطالة تتطاول، يعني منطقيا تلك المنطقة أيضا تنمو وتزداد طول. وفي الدرس السابق من مظاهر النمو هو ازدياد الطول، يعني المنطقة النامية هي منطقة الميريستيمية ومنطقة الاستطالة. الخلاصة، آليات النمو تحدث في المنطقة النامية التي تنقسم إلى قسمين. في المنطقة الميريستيمية آلية النمو
تتمثل في زيادة عدد الخلايا، يعني تكاثر الخلايا عن طريق الانقسام. وفي منطقة الاستطالة، آلية النمو تتمثل في استطالة الخلايا بفضل الضغط الممارس على الجدران الناتج عن امتصاص الماء، مما يسمح في زيادة أبعادها. وبهذا أنهينا الدرس. في الدرس القادم نتعمق أكثر عن الانقسام الذي يؤدي إلى التضاعف، وهذا ما سنراه بالتفصيل في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.